Good morning, my dear students. How are you today? إن شاء الله النهاردة هنبدأ unit 2 geometry وهناخد أول lesson فيها division point of a line segment. يعني عايزين نركز عشان الدرس ده سهل بس محتاج تركيز منكم يا أولاد. يعني إيه division point of a line segment؟ يعني بكل بساطة لو أنا عندي line segment اسمها AB. البوينت C دي عملت ايه في اللاين سيجمنت؟ ديفايد السيجمنت انتو بورت، بورت اسمه بي سي وبورت سي بي. خلي بالك هما نوت ايكوال، يعني مش شرط ان هما تبقى ميد بوينت. لو هي ايكوال هتبقى ميد بوينت، لا مش شرط. حطيتها في اي حته على اللاين سيجمنت يبقى سي دي اسمها ديفيجن بوينت. درس النهارده بيتكلم على الديفيجن بوينت اللي هي البوينت which divides the segment. Point which divides the segment. اللي بتقسم السيجمنت. طب تمام. طيب درس النهارده بيقول لنا ازاي اجيب الكوردينيتس بتاعه البوينت دي. How to find the coordinates. يعني اجيبها ازاي؟ اقول لك حاجه كويسه جدا عشان حضرتك تقول لي البوينت دي اجيب الكوردينيتس ازاي؟ عندك حاجه من الاثنين، يا اما البوينت سي ادي هو سيجمنت اي بي، السي تبقى في النص يعني بتوين الاي والبي، بتوين الاي والبي مش شرط يبقوا ايكوال خالص، طبعا الاي سي مش ايكوال السي بي. دي ديفيجن بوينت وحصل هنا انترنال ديفيجن. يعني ايه؟ يعني البوينت سي ديفايد السيجمنت انترنالي. تاني يبقى انا عندي كيس من التو كيسز. لو انا عندي البوينت C between الA والB يعني divide segment AB internally. يبقى أنا حصل هنا إيه يا أولاد؟ internal. دي مهمة قوي إنك تعرف هو internal ولا external علشان تقدر تحط الرول صح. دي ليها رول ودي ليها رول. internal internally division. ليه عرفت منين تاني؟ أنا بقول أهو عشان نركز. عرفت منين انها internally division؟ علشان يا ميس السي between الاي والبي. تمام؟ طيب عايز اجيب الكوردينيتس دي. اولا احنا عرفنا دي اسمها division ratio division point. طيب السي قسمت السيجمنت بريشيو معينه، ريشيو لان واضح ان هم مش ايكوال. الريشيو بقى بتاعت الديفيجن دي عباره عن ايه؟ من الستارت بوينت للديفيجن بوينت هسميها M2، ومن الديفيجن بوينت للاند بوينت هسميها M1. يعني ايه؟ لو انا جيت قلت لك ان البوينت سي دي ديفايد السيجمنت اي بي، اول بيلونج للسيجمنت اي بي، اول ما اقول لك انها بيلونج للسيجمنت اي بي يعني هو انترنال internal division. طالما قلت لك ايه؟ belong للسيجمنت. تمام. with ratio هي عملت divide للسيجمنت with ratio 2 to 3. انا عرفت ان ال M1 وال M2 الديفيجن ريشيو. ال M1 وال M2 الديفيجن ريشيو. طب مين فيهم ال M1 ومين فيهم ال M2؟ اقول لك خد بالك كويس جدا. الاولاني دايما M2. الاولاني دايما M2. والتاني M1 بعكس. من الستارت للديفيجن اسمها M2، ومن الديفيجن للإند اسمها M1. بعكس ليه؟ علشان أمشي الرول صح. خلاص يبقى دي M2 ودي M1. يعني الـ M2 بكام؟ بـ 2، والـ M1 بكام؟ بـ 3. ومين أصلا الـ M1 والـ M2؟ الديفيجن ريشيو. الديفيجن ريشيو. ومين السي؟ الديفيجن بوينت. اما اقول لك بيلونج للاي بي يبقى ديفايد انترنالي. طب فين الرول يا ميس؟ الرول بتاعنا بقى لعبه. هنحط هنا كده يا شباب، هنكتب هنا ام 1 ام 2. احفظ معايا سهل قوي. لو هو انترنالي يبقى بلس، لو هو انترنالي هيبقى ايه؟ بلس. طب وهنا بكتب x1 x2. ليه؟ لان البوينت ايه عباره عن x1 وy1، اي بوينت في الدنيا x وy، والبوينت بي عباره عن x2 y2.
طب الديفيجن بوينت اكس وواي خلاص. الناحيه دي انت لما بتيجي تخش البراكت بتاعك بيبقى الناحيه دي اكسات والناحيه دي وايات، فانا الليفت هاند سايد كله هيبقى اكسات تحت بعض، اكس 1 اكس 2، وادي الريشيو وهنا واي 1 والناحيه اليمين كده واي 1 واي 2، وانزل سيزرز واطلع سيزرز من تحت. السيزرز دي معناها تايم. يبقى البوينت سي اللي هي عباره عن اكس وواي هتبقى عباره عن اول سيزرز من الام 1 للاكس 2، طبعا دي كل دي هتتحول نمبرز، فهتبقى عباره عن ايه؟ ام 1 اكس 2 ام 1 اكس 2 تمام، بلس بلس عشان هو انترنال ام 2 اكس 1. ما هو السيزر ده معناه كده تايم، السيزر معناه تايم، ام 2 اكس 1 الكلام ده كله هيبقى نمبرز، هيبقى اسهل بكتير بالنمبرز اوفر طالما هو انترنالي ام 1 بلس ام 2. ده كده اول كوردينيت الاكس كوردينيت. طب الواي كوردينيت برضو ام 1 واي 2 ام 1 بقيه الكوردينيت الواي ام 1 واي 2 بلس ام 2 واي 1 اوفر البلس بتاعهم ام 1 بلس ام 2. يبقى دي الرول. تاني انا عندي لاين سيجمنت حصل لها ديفيجن باي بوينت سي، طالما قلت لك خد بالك من الكتابه اللي انا كاتباها دي، طالما قلت لك بيلونج للسيجمنت يبقى هو انترنالي الام 1 والام 2 مين ذا ديفيجن ريشيو، لان اكيد هتقسم السيجمنت بريشيو بنسبه صح. الاولاني ام 2 الثاني ام 1 بكتب الرول طالما هو انترنال يبقى بلس، لو اكسترنال الفرق بين الانترنال والاكسترنال ان هنا الرول هتبقى ماينس بس. وفي حاجه كمان بتبقى بعرف ازاي اكسترنال هقول لك بعد ما ايه ما نقول ده كمان. طيب بكتب ام 1 ام 2 الناحيه دي دايما من البراكت بتبقى اكسات، الناحيه دي دايما وايات، سيزرز نازل سيزرز طالع، السيزر معناها تايم، ام 2 ام 1 اكس 2 بلس ام 2 اكس 1 بعد كده اوفر مين اوفر ام 1 بلس ام 2 المجموع بتاعهم. بعد كده يا شباب بيبقى ام 1 واي 2 بلس ام 2 واي 1 اوفر البلس، يعني ده كومن منهم. طيب ده كده لو كان انترنال، لو كان ايه انترنال. طب ناخد اكزامبل عشان قبل ما ناخد الاكسترنال ناخد اكزامبل عشان تبقوا ايه فاهمين يا حبايبي. لو انا عندي بوينت ايه عباره عن نيجاتيف 3 نيجاتيف 7 وعندي بوينت بي عباره عن 4 و0 تمام، بيقول لي find the coordinates of C which divide AB by the ratio 5 to 2، وهو قال لي كمان اهو internally. طيب اعمل ايه؟ تعالى بقى ركز معايا قوي 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 قوي. دي كده دي كده مين؟ الام 2 ودي كده الام 1. طب تعالى نكتب، يبقى هنا هكتب 2 وهنا 5 انترنالي يبقى ما بينهم بلس. اكساتك فين الحلوه؟ اكساتك اهي نيجاتيف 3 وهنا 4. الوايات فين؟ نيجاتيف 7 وهنا 0. سيزرز نازلين بالتايم، سيزرز طالعين بالتايم. تعال نجيب السي. بص مش كده بقول لك الدرس النهارده لو فهمته لعبه، هو لعبه مفيهوش اي حاجه. طيب يبقى السي اللي هو عايزها نفتح براكت، طبعا عايزه اكس وعايزه واي، هنا البلس على طول 2 بلس 5 7 2 بلس 5 7. طب تعالى بقى 2 تايم 4 اعملها لك بالراحه عشان تفهم معايا، 2 تايم 4 بلس 5 تايم نيجاتيف 3 5 تايم نيجاتيف 3، كل ده هيبقى على الكالكوليتر. بعد كده الناحيه الثانيه 2 تايم 0 2 تايم 0 بلس 5 تايم نيجاتيف 7 بلس 5 تايم نيجاتيف 7، الكلام ده هيبقى ايكوال، هيبقى ايكوال لو حطيت كل ده على الكالكوليتر هيطلع لك نيجاتيف 1 ونيجاتيف 5، وهي دي الديفيجن بوينت اللي هو عايزها. دي كده مين؟ الديفيجن بوينت لما قسمت السيجمنت انترنالي. درس النهارده لعبه. طيب تعالى بقى نشوف الاكسترنالي ونشوف الفرق. ما احنا قلت لك قدامك تو كيسز
يا اما البوينت ديفايد انترنالي بتبقى بتوين التو بوينت بتوين السيجمنت، يا اما اكسترنالي. اكسترنالي يعني ايه؟ لو انا هتكلم على الاكسترنالي ادي اهو، بقول لك ان بتعرفها منين بقى؟ بقول لك ان البوينت سي دي doesn't belong للسيجمنت، ما قسمتش السيجمنت من جوه. امال قسمت مين؟ قسمت الاكستنشن بتاع السيجمنت، يعني السي بيلونج للاي بي ري. للاي بي مين؟ ري. يبقى هي قسمت الري ما قسمتش السيجمنت. ازاي يا ولاد؟ ادي اهو، تمام، ادي اهو الاي الاي بي ري، اي بي ري. هنا السي بيلونج للري مش للسيجمنت، يبقى ده على طول تعرف ان هي اكسترنالي على طول. طالما ما لقيتهاش بتوين التو ليترز بتاع اللاين سيجمنت، مش ما بينهم، تبقى قسمت من بره، يعني اكسترنالي. دي الديفيجن بوينت بيلونج للري، قسمت الاكستنشن بتاع السيجمنت مش السيجمنت نفسها. الريشيو برضو ثابته من الاول، من الستارت للديفيجن بوينت، اسمها اسمها ايه يا حبايبي؟ ام 2 للديفيجن ريشيو، ومن الاند للديفيجن بوينت اسمها ام 1 تاني. ما هي البوينت بديفايد بريشيو بنسبه معينه، من الستارت لل ديفيجن بوينت اسمها ام 2، من الاند للديفيجن بوينت اسمها ام 1. الرول هي هي بس بدل البلس ماينس. يعني ايه؟ يعني ازاي يا ولاد؟ اوريك ازاي. يبقى انا اهو ادي هنا ايه بي، وادي هنا الايه السي اهي، قلنا ده كده ام 2 وده كده ام 1. بكتب هنا يا شباب ام 1 ام 2، طبعا ما بينهم ماينس عشان هي اكسترنالي. هنا الاكسات وهنا الوايات نفس الفكره اهو اهو، بدل ما هي بلس هتبقى ماينس، تمام. طب تيجي ناخد باكزامبل، يعني الفرق بين دي وبين دي ان الانترنال بلس والاكسترنال ماينس. اعرفهم ازاي؟ الانترنال يقول لك بيلونج للسيجمنت، الاكسترنال يقول لك دازنت بيلونج للسيجمنت بات بيلونج للري، تعرف على طول انك هتعمل ماينس. يجي يديني اكزامبل يا شباب، يقول لي ايه؟ يديني بوينت ايه عباره عن 6 و 3 وبوينت بي عباره عن نيجاتيف 7 و 2. خلاص فاي، عايز السي ليد كوردينيتس اوف سي ويتش ديفايدز اي بي اكسترنالي. قال لي وكمان اكدها لي، قال لي such that ان السي doesn't belong للسيجمنت اي بي، السي بيلونج للايه؟ للري، للاي بي. خلاص انت كده عرفت ان هي يا اولاد اكسترنالي. طب يلا ادي اهو الريشيو كام لكام؟ الريشيو قال لي 3 تو 2، يبقى دي الام 2 ودي الام 1. اوعى تتلخبط، بعكس، اوعى تتلخبط. فهنا ادي 2 و 3 وما بينهم ماينس عشان ده اكسترنالي، وادي الاكسات 6 نيجاتيف 7، وادي الوايات 3 اند 2. سيزرز نازله بالتايم، سيزرز طالعه بالتايم. يبقى السي اللي هي الديفيجن بوينت عباره عن اهو، نفتح براكت هنا 2 ماينس 3، هنا 2 ماينس 3. يلا يا شباب هقول ايه بقى؟ هقول 3 تايم 6 ماينس 2 تايم نيجاتيف 7 اللي هي تطلع لك نيجاتيف 32، وهنا دي هتبقى كام؟ نيجاتيف 1 ودي نيجاتيف 1. طيب هنا بقى 2 تايم 2 ماينس 3 تايم 3 اللي هي هتطلع نيجاتيف 5. يبقى الانسر الديفيجن بوينت كوردينيتس بتاعها 32 اند 5. درس النهارده لعبه، تمام. طيب هقول لك نوت، لو هي كانت البوينت دي الديفيجن بوينت ميد بوينت، يعني عامله كده في النص بقى بالظبط، ادي السي دي قد دي، اي بي
الديفيجن ريشيو هنا هتبقى كام؟ هتبقى 1 تو 1. ليه؟ لان هنا الام 1 ايكوال الام 2، فالريشيو هنا هتبقى 1 تو 1. خلاص مفيش ريش، يعني تحت في الرول، ما دي انترنال، تحت في الرول مفيش ايه ام 1 سوري يعني الام 1 ب 1 والام 2 ب 2، فالديفيجن على طول بوينت هتبقى عباره عن ايه؟ اكس 1 بلس اكس 2 اوفر 2 وواي 1 بلس واي 2 اوفر 2. ودي مرت علينا في ثالثه اعدادي، يعني لو هنا مثلا 2 و 3 وهنا نيجاتيف 1 و 4، يبقى السي هتبقى عباره عن ايه؟ 2 بلس ماينس 1 اللي هي 1 اوفر 2 يعني هاف، 3 بلس 4 7 اوفر 2 يعني 3.5. دي نوت على الديفيجن بوينت لو كانت في النص بالظبط، ميد بوينت. تمام، الدرس ده زي ما قلت لكم سهل وجميل، يا ريت نحل اكسرسايزز كتير من المعاصر، ولو في اي كويستشنز انا تحت امرك. شكرا.